السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أم عبد الرحمن بزوان. اليوم جيتكم بفكرة جديدة بعيدة على الطبخ والأعمال اليدوية كيف كنت مولفاكم. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم واحد مجموعة عناية، مجموعة زيوت من شركة بيو أوي سانتي. كيف ما كتشوفوا معايا هي شركة مختصة بالزيوت الطبيعية الأصيلة، يعني زيوت أصلية 100% وطبيعية غنية عن التعريف. يعني هنا عندنا زيت الخروع، زيت الجليسيرين، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت الأفوكادو أو زيت الأفوكا والفيتامين أو. اليوم غادي نشارك معكم هالزيوت هادو اللي فعلا فعلا كي خاصهم ما يخطاوناش في البيوت ديالنا، كنحتاجوهم بزاف وبالاخص في الوصفات الطبيعية، سواء للبشرة للوجه او للشعر ولا الاظافر. يعني هادو مفيدين بزاف للبشرة ديالنا وحتى التغذية. يعني من جهة التغذية انا ما تكلمش عليها، ندير لكم غير مجموعة العناية بخصوص الشعر والوجه والاظافر. هنا عندنا كيف ما قلت لكم هنا زيت الخروع. زيت الخروع اللي هو غني عن التعريف، المشكل اللي كيطرى لنا اننا ما كنبغيوش الزيوت ما كنبغيوش متاكدين من الجوده ديالها ولا واش انها اصليه او لا. يعني هذه الشركه هذه كيف ما قلت لكم اللي هي عندها زيوت طبيعيه واصليه، كيف ما كتشوفوا هذا الزيت خاطر. كيف ما كنعرفوا ان زيت الخروع الفوائد ديالو كثيره بالنسبه البشرة، انه كيساعد على ترطيب البشرة، كيكافح التجاعيد، تخلص من السموم، كيطهر البشرة وكينظفها، وكيعاوننا انه في ازالة الخلايا الميتة، مضاد لالتهابات الجلد، علاج حب الشباب، علاج البقع الداكنة، وكذلك انه عنده فوائد بزاف على الرموش والحواجب. ان كيف ما عرفنا انه هو كيعاون كيطول الشعر، كيعزز البصيلة ديال الشعر. دونك ملي كناخدو شي هكا عندنا شي ماسكارا كتكون صافي سالينا منها تقادات، تقدر تغسلها مزيان، ديرو فيها قطرات هكا ديال زيت الخروع، وكتبداو تمشطو بها الرموش ديالكم في كل ليلة، كتعطي واحد النتيجة اللي زوينة زوينة بزاف. يعني كتلاحظو الفرق انك يولو عندكم رموش تبارك الله لي كتاف وطوال. وكذلك الحواجب، يعني الناس اللي كيكون عندهم الحواجب ديالهم خفاف بزاف ولا كيكونوا عندهم فراغات في الحواجب، يكفي انهم يمشطوا بهم الحواجب ديالهم كل ليله وكيعطي واحد النتيجه روعه. وهنا كاين عندنا زيت الجليسيرين، ها هو تا كيف ما كتشوفوا هذا زيت الجليسيرين ما فيه ما كتكون فيه تقريبا لا ريحه لا طعم، يعني كيكون هكا كيكون شويه حلو غير كيكون هكا ما فيهش الريحه. هذا هو الاصلي. زيت الجليسيرين الفوائد ديالو على البشره انه كيرطب البشره وكيقيها من الجفاف ومن الخشونه وديك القشره ما كيبقاش الوجه اللي كيكون كيتقشر بزاف، يعني كيدهنوا هكا بزيت الجليسيرين كيعاون انه كيضغطي لابو، يعني كيرطب البشره ديالنا. وكيمكن لنا كذلك نستعملوه كعلاج للحكه وتهيجات الجلد، يعني الناس اللي كتكون عندهم واحد الحكه يقدروا يدهنوا بها هكا زيت الجليسيرين، راه هو زوين وزوين بزاف، كيكافح الشيخوخه المبكره وكذلك تقرحات الفم. يعني الناس اللي كيكون عندهم تشققات في الفم ديالهم هذا الزيت هذا زوين زوين بزاف، كدهن به غير الشفايف ديالك وما كيبقاش عندك كاع دوك ديك القشره اللي كتكون في الفم ودوك التشققات اللي كيكونوا ناتجين على جفاف ديال البشره ديال الفم ديالنا. هنا عندنا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هو غني عن التعريف، يعني كنحتاجوه بزاف ديال الوصفات الطبيعيه سواء للشعر والبشره، كنحتاجوه بزاف. وكيف ما قلت لك كنعاود انه كيبقى غير هو واش زيت اصلي او لا، هنا في كيكون عندنا الاشكال. اما الفوائد ديالو راها تقريبا الناس كلهم كيعرفوها بالنسبه للشعر، انه كيعالج تساقط الشعر وكيصلح الشعر التاليف وكيمنع القشره، كيقوي الشعر وكيضيف اللمعان للشعر ديالنا، يعني ديك اللمعه اللي كنحتاجو للشعر ديالنا هذا كيعطيها لينا، يعني زوين زوين بزاف. يعني راه حنا كيكونوا بزاف ديال الوصفات اللي كيكون داخل فيهم زيت جوز الهند. بالنسبه للبشره انه كيمنع كيمنع البشره ديالنا ما كيضغط البشره ديالنا
وكيحافظ على الشباب ديالها، وكذلك كيمنع سرطان الجلد. يعني زيت جوز الهند مفيد بزاف للبشرة، يعني كيف ما قلت لكم انه كيمنع سرطان الجلد، ويقدروا نستعملوه كمزيل المكياج، يعني كدي ماكيون للعيون. انا كتخلطوه مع زيت الورد، راه الناس كلها كيعرفوها انه كتخلطوه مع زيت الورد وكيولي دي ماكيون بالنسبه للوجه وكذلك للعيون، وكينشط الدوره الدمويه ديال البشره، وكينظفها، وكيزيل اسمرار ناجم عن الشمس. يعني الناس اللي كيكونوا تعرضوا للشمس وكيكونوا عندهم واحد الاسمرار، هذا كيعاون هذا زيت الكوكو اننا كنرجع اللون ديال البشره ديالنا، كيوحدها وكيحيد داك اللون ديال الاسمرار الناتج عن الشمس، وكيعالج البقع الداكنه. وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم حب شباب، يعني بحال كينشف كيحيد داك الدهون اللي كتكون في البشره اللي كتسبب في ظهور حب الشباب. اما الفوائد ديالو بالنسبه للشعر، فهو كاصلاح للشعر التالف، يعني الناس اللي كيكون عندهم الشعر ضرر لهم بسبب تعرض للشمس، بسبب لي برودوي اللي كيكونوا كيديروا للشعر ديالهم، سواء الكيراتين او المرطبات، راه هو كيعالج الشعر ديالنا، وكذلك كيعالج التساقط ديالو، بالاضافه كذلك للنمعان والترطيب. هنا عندنا زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو، يعني كاين المر وكاين الحلو، هذا الحلو، ومن اهم فضائل الزيت ديال اللوز الحلو على البشره انه كيعزز وظيفه الجهاز المناعي للبشره، وكيرطبها، وكيجعل البشره ديالنا صحيه اكثر، وكيقضي على الهالات السوداء، كيقلل من علامات الشيخوخه، وكيزيل الخلايا الميته للجلد، حتى انه كيشفي من الاكزيما والصدفيه. يعني هذا فوائد ديالو حتى هو زوينه بزاف، كيبقى كما كنقولوا كنعاود انه خاص المنتج يكون اصلي. انا كنصحكم بهذا المنتج، هذا اللي هو من شركه بيو اويل سانتي، هاد الشركه اللي زوينه بزاف، وزعما حتى نقول لكم الاماكن اللي تقدروا تسوقوا منهم هاد المنتوج هذا. وهنا عندنا الفوائد، غندوزو الفوائد ديال زيت اللوز بالنسبه للشعر، انه كيحتوي زيت اللوز على صفات كتخلي الشعر ديالنا مثالي، يعني وكيزيد حتى هو من اللمعان ديالو، وكيخلي اكثر صحه، يعني كيخلي الشعره الزغبه صحيحه، يعني كيقويها وكيمنع التساقط ديالها. كيف ما كنعرفوا انه زيت اللوز الاحتواء ديالو على المغنيسيوم اللي كيعزز البصيلات ديال الشعر وكيقويها وكيخلي الشعر اكثر كثافه. وهنا كيف ما شفنا هنا زيت الافوكا، زيت الافوكادو، يعني حتى هو غني عن التعريف، راه كنحتاجو بزاف في الوصفات الطبيعيه ديالنا. بالنسبه لزيت الافوكادو والفوائد ديالو على البشره، انه كيغذي البشره وكيساعد على الترطيب ديالها، وكيخفف الهالات الجلديه، وكيحمي البشره من الالتهاب، وكيعالج من منع ظهور حب الشباب. يعني الا واظبتي على هذا زيت الافوكا، يعني بحال كتقي البشره ديالك من انه ما كيظهرش فيها حب الشباب، وكيساعد على تسريع عمليه شفاء الجروح اللي كتصيب البشره. يعني ملي كيكون شي جرح عندك في البشره ديالك، ان فوا كدهن به هذا زيت الافوكا، دغيا كتبرى الجرحه، يعني ما كطولش، وكيتخلى بحال حتى عندنا الحروق ديال الشمس، يعني كيقلل من داك الالتهاب ديال الحروق، وكذلك كيمنع علامات تقدم ديال السن، يعني انتي ريد، يعني كيحيد دوك لي ريد اللي كيكونوا دوك التجاعيد المبكره اللي كطرى البشره ديالنا، يعني كيقلل منها. هذا حتى هو زوين بزاف. وبالنسبه للشعر فهو كيقضي على القشره، يعني الناس اللي عندهم مشاكل ديال القشره يكفي انهم يستعملوا زيت الافوكا للشعر ديالهم، راه كيحافظ على الشعر من التكسر، وكيحمي الشعر التالف، يعني التالف اللي كيكون ناتج عن اشعه الشمس. يعني كنقدروا نديروا هاد زيت الافوكا زيت الافوكا للشعر ديالنا كواقي من اشعه الشمس، بحال كنديروا انيكرون توتال الوجه ديالنا باش كنقيو من اشعه الشمس، كذلك هاد زيت الافوكا كواقي من اشعه الشمس بالنسبه
للشعر وحتى الناس بحال هكا السباحه، يعني الناس اللي كيمشيو يعوموا في البحر وكيضرر لهم الشعر ديالهم بالماء ديال البحر، يكفي انهم يدهنوا بهاد زيت لافوكا ويمشيو يعوموا كيف ما بغاو، يعني يستمتعوا بالوقت ديالهم وفي نفس الوقت ما كتضرش لهم الشعر ديالهم. واخيرا غندوز لهاد الزيت اللي انا كنسميه زيت المعجزه عفوا، هاد الزيت هذا اللي هو فيتامين او. فيتامين او اللي هو زوين وزوين وزوين بزاف البشرة، انه بحال كيجدد لينا البشرة ديالنا وكيرجعها شابة وزوينة بزاف. هاد زيت الفيتامين او يعني كيعالج الحروق واثار الحبوب وكيقي من سرطان الجلد وكيقلل من علامات التمدد وكيرطب لنا الجسم ديالنا، وهو البشرة ديالنا اكثر حاجة كتحتاجها هي الفيتامين او. باش انا عجبني هذا يعني حسن من دوك لي كابسول، لي كابسول كتستعملوهم يعني كي بحال كيدير عليكم الزيت، هذا لا، هذا زوين وزوين بزاف. انا غادي نوريكم يعني يكفي انكم تستعملوا بهذه الطريقه هذه. نوريكم هكا الزيت، هانتوما شوفوا كيفاش مداير بهذه الطريقه، يعني كتستافدوا منه وما كتضيعوا والو. انا كيعجبني هذا الزيت، هذا زوين بزاف، كنستعملو هكا في الوصفات الطبيعيه اللي كنحتاجو فيهم هكا الفيتامين او. يكفي انكم تدهنوا بحال هكا الوجه ديالكم في الليل وفي الصباح، راه كتشوفوا النتيجه فوريه، يعني كيوريكم واحد كيعطي للبشره واحد الشباب وكي كيمنع التجاعيد وكيبين داكشي في البلاصه. يعني انا نصيحه من عندي، هذا الزيت بالنسبه للنساء ما خاصوش يخطاهم، زوين وزوين بزاف، وانا كنفضلو على دوك لي كابسول. نتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانا نكون فدتكم ولو القليل. هاد كيف ما قلت لكم، هاد الشركه هادي غتقدروا تلقاوها في البارافارماسي. انا غادي نخلي لكم اسماء ديال لي باغا اللي غادي تقدروا تلقاو فيها هاد البرودويات هادو، ولا غنخلي لكم النيميرو التليفون ديال السيده اولا الواتساب ديالها اللي انكم تقدروا تواصلوا معاها الا جاكم لي باغا بعاد بزاف، تواصلوا معاها وهي غادي تقدر توصلوا لكم. راه دابا ولا توصيل في جميع انحاء المغرب الحمد لله. يكفي انكم تقولوا انكم من طرف ام عبد الرحمن زوان، وان شاء الله غيكون عندكم دي غوميز وغادي تعجبكم هذا المنتوج وغادي تشكروني عليه، وغادي ولا جربتوه نتمنى انكم ترجعوا تخلوا لي لي كومونتير. والناس اللي غادي يشوفوا القناه ديالي لاول مره ما ننساوش انكم ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وكذلك بالنسبه للناس اللي كاينين عندي ما تنساوش انكم ديروا لايك وتخلوا لي كومونتير. ومن هنا ان شاء الله الفيديو الماجي ان شاء الله، نتمنى ان نلقاكم على خير وبخير، مع السلامه.